فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الناس يكثر من قول علي الطلاق أو علي الحرام، فهل يقع الطلاق بهاتين الكلمتين أم لا بد من نية لذلك؟ أي نعم، هذا حلف بالطلاق، علي الطلاق هذا حلف بالطلاق، فإذا خالف هذه الحلف يقع عليه الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان تحريما فإنه له حكم الظهار، عليه كفارة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.